بونجور ابو عمر. طفولتي بتبتدى من هون، دكانتي المفضله كانت هون. صباحو فايز، لك منظر بيرد الروح عن جد. شيء فخامه، شيء حلو، كنا فيه نشوف هلا الوان برادي ملونه، طريق حلوه. بتعرفوا شو؟ قررت سميلكن اياه شارع الاحلام. مشروع ترميم شارع الجزار هو مشروع نموذجي بخلينا نشوف كيف نحن بنقدر ننقل شارع مستوى الخدمات فيه متدني لحي سعيد في ألوان. تم تحديد هذا الشارع لكي يتم بدء العمل به من خلال عملية حوار، مشاركة مجتمعية، لكون هذا الشارع وهذه المنطقة تحتوي على خليط من السكان، من سكان مدينة بيروت وأيضا من اللاجئين، مما ساهم فعلا بتحقيق نوع من التماسك الاجتماعي ضمن هذا الحي. نحن نكون أكيدين إنه رايحين ننزل مشروع مثل ما أنتم بدكم، مش مثل ما نحن بدنا. كانت البلدية مش تبع الأعمال الموجودة وعم تتابع الأعمال كلها اللي كانت موجودة بأكيد بالجهاز الفني اللي على الأرض، كان في مهندس عنا عم ينسق مع الجمعية خاصة بالأملاك العامة. Multiple subnational and local stakeholders participated in the design and execution of the project. This includes Electricité du Liban and Beirut and Mount Lebanon Water Establishment, as well as local and international non-governmental organizations. In December last year, we had the opportunity to visit Jazzar streets in Sabra, Beirut. And it was great to see how UN Habitat has worked with communities and listened to communities to make sure that the program met their needs. Through its innovative and multisectoral approach and by applying new techniques to urban upgrading in a dense urban neighborhood, this project is the first of its kind implemented in Beirut. في كمية كبيرة من الإسمنت في بيروت لا يمكننا أن نحسن له وضعه إلا عن طريق الألوان اللي ممكن نحطها بالشوارع. يعني اللي صح لنا ما صح لا حدا، نحن بنتشكر كتير كتير، كل واحد ساهم بمسوية الشارع. نحن بالظروف الصعبة اللي مرينا فيها وتجديد الشارع وتحسينه أعطانا أمل لبكرة إنه حنعيش أحسن.